القبضة الحديدية بين بعض نقابات التربية المعتمدة وبين الوزارة الوصية ليست وليدة اليوم، فرغم كل المحاولات لتليين الحديد إلا أن الطرفين فشلا في ذلك، وربما قد يزداد صلابة مع بداية الدخول المدرسي المرتقب. فمن خلال دعوة وزارة التربية للقاء الشريك الاجتماعي ممثلا في 13 نقابة معتمدة، يبدو أن أغلبها اتخذت خيار المقاطعة لاعتبارات متعددة بين رفض الجلوس إلى طاولة الحوار مع وزارة التربية لأنها جزء من الحكومة، وأخرى متعلقة بالمطالب الاجتماعية لعمال التربية لا يمكن تجاوزها بأي حال من الأحوال، إضافة إلى عز الوصاية على حلها منذ سنوات ماضية ناهيك عن الظرف الحالي. نبع من إيماننا بأن المطالب الشعبية، احنا مطالبنا الفئوية، مطالبنا القطاعية، سواء ما يتعلق بالقدرة الشرائية ولا ما يتعلق بقانون التقاعد، قانون العمل، الحرية النقابية، هي مطالب تركناها جانبا لكن ما تخليناش عليها. الحكومة قبل 22 فبراير ما قدرتش تلبي المطالب بتاع العمال وما قدرتش تستجيب لتطلعاتهم، ما نظنش بلي حكومة غير شرعية راح تلبي ولا توصل لتلبية المطالب العمالية. قرار المقاطعة بالنسبة لنا كنقابة أو في الإطار نظن النقابية من راح يكون نفس الشيء، إذا هو قرار تمسكنا به. بعض جمعيات أولياء التلاميذ وإن كانت اعتبرت أن النقابات حرة في اتخاذ أي قرار بمشاركة أو مقاطعة لقاء وزير التربية، إلا أنها ترى من جهات أخرى قد يؤثر على الدخول المدرسي والاستعداد الجيد لإنجاحه، مبدية رغبتها تغلب جميع الأطراف المصلحة العليا للتلاميذ. احنا نتكلم درو أحرار درك النقابات، احنا نقولوا كأولياء، احنا أولياء، إذا كان نداء من أي طرف لابد نروحوا نحضروا ونرفعوا الانشغال تاعنا ونطالبوا الجهات. ما ندخلوش الإدارة نقول لها روحي ولا ما تروحيش، النقابة تروحي ولا ما تروحيش، أحرار. ولكن نحن حبذا تكون تكاتف الجهود من طرف الجميع لينجح الدخول المدرسي، هذه مصلحة أولادنا ومصلحة بلادنا. وطالب بجميع المسؤولين على مستوى الوطني تحضير الدخول المدرسي تحضير جيد من تهيئة المؤسسة التعليمية، من توفير الوسائل البيداغوجية، وسائل التأطير الإداري والتربوي، وعمار الصيانة خاصة في المطاعم. وفي ظل هذا الوضع الذي طال علاجه يبقى تلاميذ رهينة هذه التجاذبات في انتظار أن يعلو صوت الحكمة ليلتقي الجميع في حوار مشترك ويكون الدخول المدرسي عرسا لجميع التلاميذ.